السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإسلام. الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة جدا في دولنا الإسلامية، ألا وهي كثرة الإلحاد. كثرة الإلحاد ناشئة أصلا من فقه الفقهاء، إذ إن الفقهاء بيتعاملوا معانا على إن إحنا الناس ذات العقول القديمة التي كانت تصدق كل ما يقوله الشيخ، وبالتالي والمأساة الكبيرة بيتعاملوا معانا على ان احنا العقول القديمة، فبالتالي الشباب بيلحد. كمان اختلافات السادة الفقهاء اللي بيعتبروها ميزة كبيرة قوي انهم بيختلفوا ويقول لك اختلافهم رحمة، هذه الاختلافات انما اختلافات تؤكد ان هذا ليس دين، اذ انه الدين هو في حاجة محكمة أكتر من الدين يا ناس. الدين لابد أن يكون محكم مش مختلف فيه. إذن إحنا مضيعين الدين بطريقتنا في الفهم. الإدراك الفقهي للفقهاء مخالف لعقول العصر ومخالف للحقائق المنطقية. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني القرآن الكريم، من الذي جمع القرآن الكريم؟ مرة يقول لك أبو بكر هو الذي جمع القرآن، ومرة يقول لك لا ده عثمان هو اللي جمع القرآن، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب نصدق أنهي واحدة في الثلاثة دول؟ في ثلاثة هم أبو بكر وعثمان والقرآن بيقول كلام تاني، أصدق مين؟ طب ما تحسموا رأيكم، مش انتوا الفقهاء، مش انتوا اللي مش عايزين حد يتكلم الا انتوا. طب ادي احنا سايبينكم تتكلموا، بتتكلموا بتتناقضوا، بالتالي الشباب بيلحد. كمان حاجة تانية، زواج المتعة، عاملين اللي حرب مع ايران وحرب مع الشيعة عشان ايه؟ عشان لسه حرب علي ومعاوية لسه شغالة معاكم. هذا الامر تحريم نكاح المتعة. انا عايز اعرف لما مجمع البحوث الإسلامية في مصر قال بجواز نكاح المسيار، ايه الفرق بين نكاح المسيار ونكاح المتعة؟ هو في فرق صحيح؟ ولا انتم مصدقين نفسكم ان في فرق؟ ثم نكاح المتعة مرة تقولوا ان حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مرة تقولوا ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرم نكاح المتعة. طب هل الحق من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحرم ما أحل الله؟ ومرة تقولوا ده سيدنا عمر هو الذي حرم، هل ده من صلاحيات سيدنا عمر؟ ومرة تقولوا أن سيدنا عمر رفع حد الزنا عن المرأة التي زنت بأجر، وأبو حنيفة أجاز الزنا بأجر أو رفع الحد الزنا عن الزنا بأجر. طب هل هذا يجوز؟ طب مضايقين على الشباب بتاعنا ليه؟ ما تقولوا للشباب اذنوا بأجر بقى، هذا نكاح المتعة مش عاجبكم ونكاح المسيار احنا مش فاهمينه كويس، وسيدنا عمر وأبو حنيفة بيقولوا الزنا بأجر ما يعني ما فيهوش حد، خلاص نعمله. مضايقين على الشباب ليه؟ إذن وكان عندهم زمان ايه، ايام سيدنا عمر وسيدنا عثمان كان عندهم الاماء وعندهم ملك اليمين وعندهم ذروات كتير. اذا احنا محتاجين فقهاء لهذا العصر، محتاجين ناس ما تكفرناش، محتاجين ناس تخلينا نعتز بالاسلام، مش نلاقي فيه تناقضات، مش نلاقي فيه تضاربات، مش نلاقي فيه النبي بيحرم ما احل الله، مش نلاقي فيه سيدنا عمر بيحرم ما أحل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.